ثالثة إلى آخره من الأحياء، وهذه الأحياء كانت تضم المسلمين واليهود. المدينة المنورة كانت سبب نزولها أن الإسلام وصلتم لولا فضل الله علينا ما كنا جيناكم طالبا رضاكم إن الله فزنا وفاتوا بقربنا. شهر رمضان مبارك علينا جميعا، وبعد تخليدا لليوم العالمي للعيش معا في سلام الذي تقرر أن يكون يوم 16 مايو من كل سنة، تنظم الزاوية العلوية بمدينة الناظور وجمعية الشيخ العلوي لحياة التراث الصوفي في مقرها هذا أمسية روحية وثقافية مساهمة منها في تحسيس كل الناس بأهمية ثقافة السلام والتربية على القيم، قيم السلم والسلام والمحبة والأخوة الإنسانية والتسامح. وتشارك معنا في هذه التظاهرة بشراكة رمزية جمعية تنمية الحياة السليمة، ولهذا نرحب بجميع الحاضرين كبارا وصغارا، ونشكر الجميع على تلبية الدعوة لإحياء معنا هذه الليلة. كما يحضر معنا الأستاذ الدكتور عبد الوهاب بن علي، أستاذ الباحث في الدراسات الإسلامية ورئيس جمعية النور للتنمية الثقافية والاجتماعية. وكذا يحضر معنا إخواننا من الزاوية البوتشيشية، مرحبا بهم. وكل الأعيان من مدينة الناظور الإخوان اللي حضروا معنا مرحبا بهم. سادتي أيها الحضور الكريم، باسم الشيخ الطريقة العلوية خالد بن تونس ومريد الزاوية العلوية بناظور، يشرفنا ويسعدنا حضوركم في هذا الأمسية التي تزامنت مع اليوم وللعيش معا بسلام. والآن سنستقبل المجموعة الصوتية للمديح والسماع من براعم الزاوية العلوية، فليتفضلون مشكورون. شوقي زاد فيكم ملكني هواكم، أحبي أنتم طيرني معناكم، أبى القلب مني أن ينسى لقاكم، أخذتم فؤادي فداك فداكم، تركتم سؤادي ينفي عن هواكم، حياتي ملاذي حظي واعتمادي. الذي بعث رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن أسماء الله الحسنى أيها الأحباب السلام، فالسلام اسم من أسماء الله سبحانه جل وعلا، وتحية المسلمين فيما بينهم السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإذا كانت هذه الأمة المسلمة متشبعة بروح ثقافة الإسلام، ثقافة السلام التي هي ثقافة الإسلام، لا يمكن أن تعيش في حرب أبداً مع أحد سواء من المسلمين أو من غير المسلمين. فكل مسلم متشبع بهذه الثقافة، ثقافة الإسلام التي هي ثقافة السلام أيها الأحباب. العالم ألا وهي قضية السلام، تلك الرسالة التي تطورتها الأجيال وتحمل شعلتها الشعوب المحبة للسلام، ويحاول أعداء السلام
تجار القتل والحروب إطفاءها، فيأبى الله عز وجل إلا أن يتم نور المحبة والسلام في العالم بين جميع الناس في الأرض. جميع شعوب العالم المحبة للسلام مدعوة اليوم أن تتوحد وتتحد في خطاب واحد عنوان